هيا موسى، هيا موسى، روح هشام، روح صحيت هشام. هيا 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 وين وين فريوس وين هيا هيا. لعبنا ضد فريق اللي هو مثقل بالمشاكل، كنا نعلموا باللي راهو في ظروف سيئه، ولكن بكل صراحه هذا النوع من المقابلات مفخخه. الدليل هو مولوديه قسنطينه وولاد جلال. انا نظن اللاعبين كانوا مركزين، عطاو قيمه للمنافس. احنا نظن باذن الله نسيروا بخطى ثابته، راحين نحضروا مقابله وباذن الله نسعد الجمهور تاعنا. احنا دخلنا الماتش بالنيه الفوز ومركينا 3 بيت في برمي ميطو، وهذاك هو اللي سهلنا باش نكملوا الماتش باريحيه. الجو كان شويه حار الحمد لله، ان شاء الله نبريباريو الماتش الجاي ان شاء الله باريحيه والقادم افضل ان شاء الله.